بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامجكم اليومي مقتطفات رمضانية. أيها الإخوة والأخوات، ها نحن قد من الله سبحانه وتعالى علينا باستقبال هذا الشهر المبارك العظيم، فهو الشهر الذي ما خاضت فيه أمتنا معركة إلا ونصرها الله، وهو الشهر الذي نخرج من مدرسته وقد تعلمنا الصيام، فعلينا أن نصوم من النوافل ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنه صام الدهر. وأيضا نقوم ليالي رمضان لنتعود القيام بعد رمضان والتهجد بعد رمضان حتى لا نخالف ما كنا عليه في هذا الشهر المبارك العظيم. جاء رمضان حاملا لأمتنا الإسلامية مبادئ وعبادات وقيما وأخلاقا، حتى إذا ما انتهينا منه استفدنا بتلك العبادات وبتلك القيم والأخلاق. ذلك أن أمتنا الإسلامية أيها السادة لا يخفى على أحد في كل الأرض ما تمر به من فتن هوجاء ومن تحديات لا تقع تحت حصر ومن موقف مؤلم يستوجب علينا نحن العلماء والدعاء أن نقول كلمة الحق لوجه الله، أن نبصر شعوبنا ومسؤولينا في الأرض بأن يضعوا أيديهم على السبب الذي من أجله كانت الأمة هكذا، والخلاص والنجاة من ذلك كله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.